فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: درسنا في كتب العقيدة أن لفظ الجهة لفظ مجمل لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه، أما معناه فيستفصل فيه على ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات، أو ويغني عنه، يقول: ويغني عنه ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الفوقية والعلو، فكيف يقال بعد ذلك؟ أهم بالجهات يا أخي، أربع الجهات، أربع: جهة يمين، وجهة شمال، وجهة فوق، وجهة تحت. هل تعتقد أن الله في أي جهة؟ لا بد، هذا الله في جهة العلو، تخبر عنه، يخبر عنه في جهة العلو. نعم.